مساء الخير صبايا، مساء الخير شباب. اليوم بدنا ناخد أفكار بسيطة لاستغلال الأطباء الموجودة عنا ببيتنا، ورح نعمل بمقولة جود بالموجود لنحط أطباء جميلة بالمناسبات. بدنا نشوف شلون نخترع مع بعض أفكار كتير حلوة. بتمنى تشاركوني وتتابعوني. بمجرد الكبس على زر الاشتراك بالتعاون مع وطن رح يوصلكم كل جديد. صبايا خلينا نبدأ. صبايا عندك هالأداة جميلة جدا، ممكن نستغلها بوضعها بزاوية من أي زاوية موجودة عندك في البيت. بتكون قطعة تخزين جميلة، وبنفس الوقت إلنا بدنا يكون الإكسسوار اللي مننقيه لبيوتنا ولبيتنا يكون مفيد، نستغله بكل شيء حتى بطريقة التقديم. الصبايا هي عبارة عن أفورة، شوفيها شلون غميقة كتير، ممكن تحطي قلعة فيها، ممكن تخزني مثلا مطبخك صغير تحطي فيها الرز بأكياس خام تتنفس، وحطي حبيبات الفلفل مشان تتجنبي السوس اللي بيخرب الرز. الأكياس بدها تكون كتانية، أي شرشف أبيض متوفر عندك فرضنا اهترق خرب معك، قصيه ودرزيه وحطي له رباطة. بالنهاية مثل أيام زمان بتحطي فيه الرز، البرغل ممكن تكون أداة تخزين، تحطيها بزاوية بغرفة القعدة كتير شكلها جميل وغميقة من جوا. تمام؟ أنا بيصير عندي حفلة بمناسبة رجوعي من الحج، خطرت لي فكرة أنا بسميها وليدة اللحظة. مجرد ما شفت هالأداة بمكان البيع حبيتها واشتريتها، بس اللي دفع حقها هي صديقتي صدوقة كفاح فرع. صبايا جبت مخدة لفيتها بورق الألمنيوم القصدير السلوفان، مسميات كتيرة بدي يوصل المفهوم. هذا هو ورق السلوفان، أفرجيكم المخدة جوا، هي المخدة مشان تعطي صبايا ارتفاع، لأنه إذا عندك بجوز أنت عاملة كيلو، بجوز عاملة نص كيلو، إن كان راحة أي نوع ضيافي، غريبة اسطنبولية أي نوع ضيافي، حتى فاكهة ما أحلاها تحطي هالأفورة عندك عزيمة غدا، تحطي تسميكة من جوا بتلفيها بسلوفان، بتلفيها بإرتي أبيض، وبعدين شوفي السماكة هي غميقة كتير، شوفي شقد ارتفاع منحط فيها الفاكهة. تمام؟ بيطلع شكلها من أروع ما يكون. جبت مخدة، أكياس النايلون اللي بيزيدوا بالسوبر ماركت، لفيهم كلياتهم ليعطيكي نفخة، وبعدين بتلفيه بسلوفان. أنا هون استعملت المخدة، عندي مخدة عادية لفيتها بسلوفان وحطيتها بهالطريقة. ممكن أحط، يعطي خدعة بصرية صبايا بأنه الكمية كتير كبيرة، طبعا إذا عندك كمية كبيرة مثل أنا صار عندي مناسبة وأعداد الضيوف كبيرة مليتها. تمام؟ ممكن إذا الكمية بسيطة نعمل الخدعة البصرية اللي قلنا عليها. الراحة بحطها بهالشكل، فرضنا صبايا بهالشكل، بعبيها بهالشكل، وبعدين بجيب كوردونات. هدول هن صبايا، هدول هن الكوردونات، بجيب هالكوردونة هاي صبايا،
بشكه بهالشكل شايفه شلون، وبعلق الضيافه. ما في داعي اشكه راسا بهالشكل صبايا، ممكن اعلقها هيك. عطت شكل من اروع ما يكون صبايا بهالشكل. ممكن ننزلها، انتي اختاري المناسب. ممكن تعمليها على جنب المسابح، على جنب ممكن بهالشكل ينزلوا على الداير، ممكن تحطي هون يعطي شكل جميل. وبنفس الوقت هدول بحطهم بهالشكل صبايا، شايفين صبايا الكوردوني بحطها بهالشكل. شايفين صبايا، وبعمل شايفين صبايا، شايفين شلون بهالشكل. تمام. طيب خلصنا من استغلال هل الطبق. ممكن ببساطة تستعمليها بهالشكل، تساويها أداة تخزين. تمام صبايا، خلصنا. مثل ما قلت لكم حبيت أضيف أنا المعمول بهالطريقة. الغريبة الإسطنبولية الصبايا عم يسألوا عنها إيش هي، هي من ضيافة فاخرة. في منهم بيشبهوها بالمكرون، ما لها علاقة بالمكرون صبايا، يعني عذرا. هاي فاخرة طعمها رهيب، خصوصا إذا ما انغشت. نحن بنعرف الجاهزة بغشوها، بيحطوا لها طحين، بتلاقي خلال يومين إذا ما أكلناها بتبس بتنشف. هاي بتبقى طرية صبايا، بتبقى طرية جدا. أنا عملتها هاي بعد ما رجعت من الحج، عملتها صلى تقريبا 20 يوم، لا يمكن يصير لها شيء أبدا. صبايا بنحشيها عجينة فستو. هذا طبق عادة بحط فيه فواكه، ممكن بكل بساطة أزين فيه ضيافتي وأحطها بهالشكل وأضيف فيه حتى نفسه أنا الطبق. وقت بيجي الضيف بضيف فيه. ممكن نحط المناديل صبايا بهالشكل. حطيت فوانيس كتير حلوة تعطي إضاءة للصفرة، لمائدة الضيافة الضيافات. هون مكسرات بحمصها مع سكر عادي، بعدين بحط حليب نسلة. وإذا عندي التوفي اللي بنطبخ القشطة مع الزبدة مع السكر، بنحرق السكر بعدين بنشيله من على النار، بنحط القشطة وبعدين بنحط معلقة زبدة، هذا اسمه توفي. ما هي
منه أنا زيد عندي دايماً إيش بزيد عندي، بستهلكه بأمور تانية، بوصفات تانية. صدقوني صبايا اللي بسميه إعادة تكوير وتدوير، هو زيد عندي من هالوصفة طلع رائع رائع. من جروب مطبخ دلع الحناوي النواعم والمبتدئات، خطوة بخطوة. وأهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب. مجرد ما تكبسي الزر الأحمر مربع اشتراك رح يوصلك كل جديد صبايا.